ناقص ايضا نحترموا الجانب المؤسساتي اللي كانت عصبه احترافيه خصنا نحترموها نعطيوها الصلاحيات ديالها نعطيوها الاستقلاليه ديالها يعني على اساس انه يكون التعامل مع الانديه يكون يعني على قدم المساواه مبدا ديال تكافؤ الفرص ما بين الجميع طبيعه الحال حينما كتاخذ قرارات قرارات ما غاداش تعجب كل شيء وما غاداش يعني ولكن خاص يتخذ قرار معين الاشكال فين كاين هو على مستوى المعايير المعايير خاصها تكون معروفه وانا دائما كنت كتذكري كنت دائما كنقول انه قبل بدايه كل موسم نعلنوا على المعايير المشاركات الخارجيه اليوم انا علاش طرحت السؤال على مستوى على رؤيه موقف العصبه المحترفيه من الشان خاص يكون عندها موقف رؤيه لان ذاك الامر يؤثر على البرمجه يؤثر على الانديه المشاركات الخارجيه ايضا للانديه الوطنيه لها تاثير لا تاثير ما يمكنش نادي او ناديين او ثلاث انديه تشارك والاخرى كومبارس تنتظر هذه الانديه حتى تنهي مشاركاتها من يريد ان يشارك خارجيا عليه ان يتحمل مسؤوليته الجامعه الملكيه المغربيه هنا انتقل الجامعه الملكيه المغربيه كره القدم على مستوى المشاركه الخارجيه المكتب المديري لجامعه كره القدم خاصو يجتمع وياخذ قرار هل نظام مشاركات خارجيه الجزائر ومصر ماشي احسن منا ما كنظنش عندهم شي اكراهات اكثر منا حنا اذا مشاركه خارجيه واحده فقط لكل نادي تشارك على المستوى العربي او على المستوى القاري وتحمل مسؤوليتك ما يمكنش واحد الفريق سميتو نهض الزمامره او فريق سميتو الدفاع الجديدي او فريق مولوديه وجده ما يلعبش كوره يبقى يتسنى ثلاث اسابيع واحد ثلاث انديه ولا اربعه انديه تشارك خارجيا مبدا تكافؤ الفرص كيبدا من هنا النقطه الاخرى هي القرارات ايضا قرارات خاصها تتحاض بحزم وبصراحه ما يمكنش انا قرار كنشادو حاطه في الرف شهرين مقابله ديال الدفاع الجديد وفريق الرجاء قرار باقي ما خرجش وي خصنا نعرفوا القرار اشنو هو ما يمكنش نعم باش كره القدم المغربيه راه مقابله ديال الجيش الملكي والرجاء كان المشكل ديال الشغب حكموا فيه ابتدائيا واستئنافيا وهذا الملف هذا باقي ما تحكمش وي اذا باش غادي نعطيو انطباع ايجابي للمتدخلين في كره القدم بالقرارات الصارمه اللي ما غاداش تعجب كلشي طبيعه الحال نعم